وده بقى كده شكل البيتي فور بتاعنا بعد لما زوقناه بالشكل الحلو ده. عملت ايه؟ تلزقيه بمربى، تلزقيه بعسل، تلزقيه بنوتيلا، تلزقيه باي حاجه، قفلناهم الاثنين على بعض. وبعد كده سيحت شويه شوكولاته خام اسود او ابيض، وبعد كده حطيت الفرماسيل زي ما انتم شايفين، او نحط سوداني، او ان احنا نحط جوز الهند، او ان احنا نحط شوكولاته بس زي ما انت عايزه. عايزين نوفر على بعض كده، مش عايزين تبقى الدنيا متأزمه معانا، احنا بنوفر عشان الاسعار اللي بقت اوفر بره. فيا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير، واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر. مع السلامه.